آسف أنا العربية تبعتي مش كويسة كتير. محمد خليل، أنا بكون مساعد المدير لمختبر أوكريدج القومي في الولايات المتحدة. أنا برأيي إنه اللقاء مفيد جدا لأسباب عديدة. أهم الأسباب إنه في تلاميذ موجودين بالمؤتمر، والتلاميذ هاي يعني بدرسوا لمدة سنتين، وإذا بالمغرب بدأ تطور إنه سبل الطاقة المتجددة وتحليه المياه باستخدام الطاقه المتجدده، طبعا بدك ايدي عامله انها تساعد في هذا المجال. فالمؤتمر اللي كان معنا اليوم هذا انا برايي بيساعد كثير، يفتح اراء وافاق الشباب من المدرسه هاي المدرسه العليا حتى يتنوروا على يعني شو أهدافهم من يعني بالمستقبل للخدمة في مجال الطاقة المتجددة. طبعا ثل من العلماء العرب وغير العرب تبادلوا الآراء حول الطاقة المتجددة، من الشمسية، من الرياح، تحلية المياه أو شغلات مثل هيك. أنا برأيي هاي حتكون يعني جزء كبير من المستقبل في المغرب لتحقيق 52% من الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء اللي الملك تحدث عنها. That's my right. أنا برأيي التجربة هاي تجربة صدقا نوعية، لأنه المدرسة هون زي ما تحدثت هي عبارة عن يعني كلية بتدرس لمدة سنتين، وأنه للتلاميذ يتم يعني يشوفوا كيف مثلا أعمال البحث العلمي عربيا وعالميا والآخري يعني بتوسع آفاقهم بشكل كبير جدا، وهذه الخبرة ممكن تتعمم على أجزاء أخرى من المغرب. بس الصدق إنه لما تكون أنت كطالب في كلية مجتمع لمدة سنتين وتوسع آفاقك على إنه الأبحاث الشغلات الجديدة بالطاقة المتجددة بتحلية المياه، أتوقع هاي شغلة ممتازة جدا. وأولا يعني في تحديات كبرى بالطاقة وتحديات كبرى بالمياه في العالم العربي، وتبادل الخبرات ما بين العلماء العرب في هذول المجالات مهم جدا، وهذا اللي بيحصل حاليا. لكن في علماء عرب في دول يعني تعمل أبحاث متقدمة جدا، وفي ناس في دول تعمل أبحاث يعني أقل تقدما، فهاي التبادل ممتاز جدا ما بينهم.